أبدأ معك سيد روجر، لماذا يهدد الكونغرس الأمريكي تركيا حال جددت عقد صفقات عسكرية جديدة مع روسيا؟ بادئ ذي بدء أريد أن أشكرك، فأنا أشعر بشرف كبير لوجودي معك ومع الضيوف الآخرين. أعتقد أن ما يخص سياسة الولايات المتحدة هي سياسة الصبر، ولكن الجهود المستمرة بين الرئيس بايدن ونظيره أردوغان في محاولة لإقناع السيد أردوغان أن يعود بسلوكه إلى تحالف الناتو، ليس فقط الإس 400، وليس حقيقة أنهم لديهم مشكلة في الإس 35 عذرا، ولكن المشكلة هي طريقة تركيا وبعدها عن التجربة الغربية واتجاهها للفكر الدكتاتوري الروسي. وأعتقد أن هناك مؤشر واضح هنا، هو أن القيادة التركية تقترب من روسيا أكثر من أمريكا، ولكن السياسة ليست متفائلة في العادة. وأعتقد أن الولايات المتحدة عليها أن تعيد هذه العلاقة للصواب. هناك العديد من الشراكات بين الولايات المتحدة وتركيا ما زالت فاعلة، فهناك قواعد جوية بها تواجد أمريكي كبير، والناتو أيضا. دعني أتوقف هنا عند هذه النقطة. كيف لأمريكا أن تعيد هذه العلاقة إلى صوابها؟ عن طريق التهديدات والعقوبات أم عن طريق تقديم التنازلات لتركيا؟ أعتقد أنه سيكون من خلال الدبلوماسية المكثفة ومحاولة تأكيد المصالح الاقتصادية التي تستفيد منها تركيا مع أمريكا. فهناك وصول أكثر للبضائع والمعلومات الغربية، وهذا يفيد تركيا، وهذا يجب أن يتم دعمه. لا أعتقد أن الأمر سيستند إلى تهديدات، فاستنادا للإدارة السابقة التي استخدمت العقوبات كوسيلة للدبلوماسية، أعتقد أن بايدن وإدارته مختلفة، سيستخدم السياسة ويستخدم الحوار حتى يحسن هذه العلاقة.